هذه الكل معايا ريج الحمروني مباشرة من الحلفاوين. خلنا نستطلعوا آراء التوانسة اليوم كيفاه قاعدين يتابعوا في مجريات الأحداث في غزة برأيهم العفوي والتلقائي. ريج الحمروني مساء النور. مساء النور ليك برهين ولضيوفك الكرام ولكافة مشاهدي قناة حنبعل. بالفعل نحن موجودين في الحلفاوين في وسط مقهى باش نشوفوا التوانسة كيفاش يتبعوا هنية في يومياتهم العادية ما يحصل في فلسطين وموقفهم خاصة من موقف تونس ومواقف الدول العربية. نبدأ مع المواطن الأول باش ناخذوا رأيه في ما يحدث في القضية الفلسطينية. مرحبا بك، لو كان تعطينا رأيك كيفاش تتابع اللي قاعد يصير في فلسطين وموقف تونس والبلدان العربية الأخرى مما يحصل. والله شو نقول لك، شيء يوجع القلب كيراو خيانا المسلمين كل يوم بالمئات قاعدين يموتوا والعرب الكل تتفرج، لا فيهم واحد عنده شعرة سيدنا علي هكا وتحرك، ما ثم حتى دولة. أنا فخور اللي عندي رئيس تونسي الوحيد اللي يتكلم، الوحيد يحيى قيس سعيد. أنت فخور بما يقوله قيس سعيد مقارنة بباقي مواقف الدول العربية، شنو تنجم تقول كي تتابع؟ يعني قلت لك فخور اللي عندي رئيس يتكلم، ولا فيهم رئيس دولة عربية يتكلم. النخوة نتاع العروبة تنحات، شعرة سيدنا علي كما نقولوا احنا من اللي احنا صغار نعرفوهم ما عادش عندهم. معناها كل دولة وكل رئيس يخمم كان على مصلحة بلاده. إيه حتى الوقت باش نقعدوا هكا، هما كل يوم يقتلونا في خيالنا واحنا نتفرجوا، ما ثماش رئيس تكلم، ما ثماش. يعني تراك جيت مواقف الدول العربية مغايرة كي نجم يكون الوضع في فلسطين غير اللي احنا فيه توا؟ بطبيعة الحال لو كان جاوا يعرفوا اللي الأمة العربية الكل يد واحدة راهم خايفين، ما يعملوش الشيء اللي يعملوا فيه توا هماك، عارفين اللي حتى حد ما ينجم يتقدم وحتى حد ما ينجم يتكلم، سي بورسا يضربوا فيهم مساكن. واضح، شكرا لك، يعطيك صحة. نمر برهين باش نشوفوا مواطن آخر كيفاش يتبع في الوضع من هنا من القهوة في الحلفاوين، كيفاش يتابع الأوضاع في فلسطين وشنو موقفه من موقف تونس ومواقف البلدان العربية الأخرى. مساء النور، لو كان تعطينا فكرة على كيفاش تكون متابعتك للأوضاع في فلسطين وشنو رأيك في موقف تونس ومواقف باقي الدول العربية. مرحبا بكم في الحلفاوين الساعة. الحقيقة نحن نتوا في القهوة في سيدي عمارة قاعدين نتابعوا مباشرة معناتها في الأجواء في الأخبار على قنوات والفضائيات العالمية والدولية، ونحب نأكد على حاجة اللي كوننا نحن توانسة رانا مناصرين مناصرة مطلقة للقضية الفلسطينية من ناحية رئاسة الحكومة رئاسة الجمهورية وشعبها. المجتمع المدني ظهر وخرج وشاف وعلق وقال الإحساس اللي يحب يقوله على القضية الفلسطينية، ومناصرة كاملة وشاملة وغير مشروطة. ومقارنة بموقف تونس باقي البلدان العربية، شو تقييمك لمواقف البلدان العربية مقارنة بتونس؟ الحقيقة موقف تونس موقف ريادي، وكان موقف اللي عبر عليه سيد الرئيس في خطاباته لكونه موقف كان موقف ممتاز وشرف العرب الكل وحتى في غزة ولو يحكيوا على تونس، وموقف سيد الرئيس الجمهورية. كيفاش ترى تونس نجم تعاون أبار المعونات اللي قاعدة بديت باش توصل لإخواننا في غزة، تونس كيفاش نجم تعاون الشعب الفلسطيني في اللي قاعد يعيش فيه؟ والله تونس عندها عدة مستويات باش نعاون الشعب الفلسطيني، ونبدأ حب نأكد على المستوى الثقافي الساعة لازم الوعي تاع التونسي يكون وعي صريح لكون القضية الفلسطينية قضية إنسانية بالأساس، ولازم تونس الكل تساند وتشارك وتنخرط في الإطار هذايا. والمسألة الثانية والبعد الثاني هو البعد الاقتصادي، نحب نأكد عليه زيادة كذلك، المقاطعة الشاملة لكل البضائع الإسرائيلية والصهيونية اللي تجي من برا. شكرا لك. دونك كانت هذه برهين فكرة على التوانسة كيفاش يتابعوا الأوضاع في فلسطين ورايهم من موقف تونس مقارنة بباقي الدول العربية. صح ريج، كنت مباشرة معنا من الحلفاوين. خل نعطيو الميكرو للعباد وللناس. خلت شوكات.